ونرجو إلى مدح صاحب الوقت الشيخ الحاج إبراهيم نفسه بالدواوين الفتى الأديب الأريب يحيى الأمين، وهو يا مولى أنت طاربي رغيب أنت أتبي وزيق وتجنبي إن هل مدح القدبي تعني به قوس الورى ثم الإذا تب الورى برهام من به نرى كل المنى والمطلب من ناله نال المنى وفاته كل الأنا تبي يرى جي الهنا أبشر بميل المطلب كل به قد اهتدى بعد الدلال والردى ثق فيه بحر الندى يمسه يمن تبي لقد رقى كل المقام اقتصر عنه الفخام لكونه جد الكرم حبيب ياسين النبي وقد هباه لمصطفى كل العطاء واكتفى به أدوه جفا أكرم بهذا القدب والله لا يعرفه إلا الإله وده والمنهى من ذاهبه فهر في المنصب فيا مفاز المتقي حبيبي برهام النقي يا فوزه فقد وقي شر الإذا ومنهبي فيا خسار المنكري أليس بالمذكري بقولة المدثر أعزنته بالعربي ولو بدا لمنكري ما قد بدا لمبصري لما تغاهي نقري من هو الذي قد اجتدي وقد كفاني أنني أحبه يحبني وقال من أحبني يفوز بلا تريبي برهام يا بحر الندى بدر الدجى الشمس الهدى روح الورى حتف الإداء منقذ كل المذنب قديمكم يحيى الأمين قد جاءكم فلا يمين في قلبه حب الأمين أخل كل أقربي أنت سراج المنير يا أمكم جمع غفير وقد أتيت مستجير لرف ما قد حل بي أنت ملاذ الله في أجل وأمن الخائف ورأس كل طائف من الرجال الهزبي إن ناس أنت ذكرتي في العشر وبغيتي في مدري وغيبتي وماكلي ومشربي قصدي أن تقودني إليك وأعتمدني حبك قد شغفني أنفرتنا وزينبي فإن من سيمه حبك لا يهمه سواكم لأنه عن غير في تغيبي يا قائد الدين الحنيف أنت المنيل أنت المديد فجلحي بك الضعيف بالعلم وتعدبي يا فوزتي تفضلي عن الأوان فانزلي تعجلي لتطربي ما كان لله تصل وما لغيره فصل ربي عليك المتكل فكن لعبد مذنب سلام منك يا رحيم أراحت على حبيبك الكريم على حبيبك الكريم برهام من هو الزئيم لفيدنا الممرهب رضاك يا إلهنا أنهب بنا ممدنا ومن بئن لرشدنا عثمان المهذب لا تنس ربي هبه قرينه صديقه ذاك الرشيد قله هارون ذو تقربي كذاك ربي إخوتي في الله أي وأسرتي قد انتهت قصيدتي 12 من رجبي الحمد لله الذي من على الأبيد بي تشوق على فذي قصيدة تقربي ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام والآل والصحاب الكرام والأتباء الهزبي وله أيضا زاده الله فيضا عليم.